البيت وخصوصيه لازم يتحط لها حدود. في الاول بيبقى صعب على اللي قدامك انه يتقبل هذه الحدود، فانت لازم تعملي الفرشه وبتبيني لو جه حد سالك سؤال فتقولي والله دي حاجه خاصه بيا انا ما قلتهاش وما بحبش حد يسالني فيها. الناس بتتكسف يعني كلمه دي حاجه خاصه بيا دي تبقى انت مكسوفه وانت بتقوليها والتانيه بجاحه تزعل بالزبط. منك يعني بالزبط. ايه يعني عارفه تبقي مكسوفه يعني في مره في حد اتصلت بيا دعاء وانت بتقبضي كام في قناه الحياه انا فاكره السؤال كده ايه ب مش عارفه اروح فين ولا اقفل قلت لها يعني اشمعنى قالت لي انا عايزه اعرف عايزه اعرف تقبضي كام بالظبط قلت لها لا يعني على حسب يعني في ناس بقى لهم سنين مش عارفه اقول ايه لا انت لا انا عايزه اعرف انت مرتبك وصل كام كده ليه هيفرق معاكي في ايه؟ لا هي عايزه لا انا عايزه اعرف انت بتاخدي كام؟ ليه يا جماعه؟ ليه بتقولوا بالظبط كده؟ يعني انا لو اتسالت السؤال ده بمنتهى البساطه اللي ربنا بيكرمني بيه، لو الحت اقول لها هيفرق معاكي في ايه؟ في حد تاني يا دعاء ممكن يجي يسالك السؤال بطريقه غير مباشره، ده مثلا عايز يستفيد من خبرتك. استاذه دعاء انا دلوقتي جاي لي شغل مثلا في قناه الحياه ومعروض عليا مرتب كذا، هل ده مناسب؟ بصي في فرق السؤال. غير اللي سالتك دي لا هي عايزه تعرف انت تحديدا انت بتاخدي كام بالظبط دونا عن باقي الناس مش عارفه اقول ايه بصراحه وبقيت تبقي مكسوفه تكسفيها وهي مش مكسوفه خالص انها بتلح في انها عايزه تعرف دخلك كام مثلا فضولها تخطى مرحله الاصول او مرحله الـ 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 الحدود زي ما بنقول هي وصلت لدرجه انها بتنط من على السور بتاع حياتك الخاصه اللي هو انا هدخل يعني هدخل هعرف يعني هعرف فلا ما دام انا قفلت الباب والباب ده عشان يتقفل على فكره هو مش سهل انك تقفليه ليه بقى لانه محتاج اول حاجه انك تعملي له يعني تركزي وتبقي عارفه كويس قوي ايه اللي مسموح للناس تعرف وايه اللي مش مسموح وبعد كده تبقي عارفه والله يا جماعه زي ما تيجي مثلا واحده تتكلم عليكي او يعني خلينا نتكلم على الناس اللي معروفين زي حضرتك كده ان ممكن حد يجي يتريق على اولادك او على صورك او على لبسك والله يا جماعه انا ما بحبش حد يتكلم على طريقه لبسي في العموم بقى مش هتكلم على الشخصيات العامه بس ما بحبش حد يتكلم على اولادي ما حدش يسالني على جوزي لا يعني دي حياتي طبعا البيوت الخاصة. يعني فكره الناس اللي عايشين مع بعض والدنيا مفتوحه بينهم صحاب يعني في صاحبه ممكن تدخل تفتح ثلاجه وتقول لك انتوا جبتوا عندكم ايه النهارده فتقول لك ما احنا ده يعني كانه بيتها لا هو مش بيتها بالظبط يعني لما تدخل وتفتح ثلاجتك وتقول لك وانت عامله اكل ايه النهارده طيب تعالي بقى نرجع ورا كده هو مين سمح لها اصلا انها توصل لحد باب الثلاجه فهمتي قصدي ما دام انا سمحت لها توصل لحد باب التلاجة لو انت بقى عايزه ترجعيها خطوتين ورا هتاخدي وقت على ما على ما ترجع وهتاخدي معافره معاها مره هتزعل ومره هتقول لك انت اتغيرتي ومره تقول لك ما احنا ما كناش كده ما هو ماشي زمان بيبقى حق مكتسب بالظبط كده انه خلاص طالما سيبت لها حاجه عرفتها بقى العادي انها لازم تعرفها تمام